في هذه اللحظة نتشرف بوصول سماحة السيد محسن الغريفي في هذه المناسبة الغراء، وهي ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. وحفلنا هذا إن شاء الله سيكون كلمة لسماحة السيد، ثم جلوات للرادود عبد الأمير الستراوي. نستقبل سماحة السيد محسن الغريفي مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم وسهل مخرجهم، وعجل فرجنا بهم يا كريم. في البدء اعتذار عن التأخر بسبب إغلاق بعض الطرق. أبارك لكم هذه الذكرى السعيدة، ذكرى ولادة ثامن حجج الله الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يجعلها مناسبة خير وبركة وعز وسؤدد ونصر للمؤمنين، وأن يفرج الله بهذه المناسبة عن جميع المؤمنين والمؤمنات. ونحن نقف بين يدي الإمام الرضا عليه السلام، لا بأس أن نفتح صفحة من صفحات حياة هذه الشخصية الكبيرة التي قدمتها السماء للبشرية. وإذا اختارت السماء، وإذا كان وجاء الاختيار من السماء، فلا بد أن يكون هذا الاختيار لهدف وحكمة كبيرين. لعل كلكم قد سمعتم حديث سلسلة الذهب. هذا الحديث الشريف الذي روي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، حديث متواتر روته كتب المسلمين قاطبة،
وبأسانيد كثيرة، وكما تنقل بعض الروايات أن من كان يخطه ويكتبه 20,000 شخص اجتمعوا في نيسابور عند قدوم الإمام الرضا عليه السلام، فتقدم له الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما خلق لا يحصون من طلبة العلم والحديث والدراية. تصوروا هذا الاجتماع، الإمام الرضا جاي في قافلته وهذا الحشد الكبير مجتمعون وأمامهم هذين العالمين، فقال له: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، إلا أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد صلى الله عليه وآله نذكرك فيه. وكما قلت، تقول الرواية، قدر أهل المحابر الكتاب اللي كانوا يكتبون هذا الحديث فزادوا على 20,000. هذا بس اللي يكتبون، غير اللي واقفين ينظرون. فأخرج الإمام رأسه من قبة كانت مستورة عليه وقال: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قال أو قالها في رواية دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذه بهذه الصيغة وردت في عدد كبير من المصادر، وفي مصادر أخرى رويت بإضافة تختلف هذه الإضافة. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذكر هذه الزيادة، يقول: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها، بشروطها وأنا من شروطها. هذه الرواية كما قلت التي رويت من في عدد كبير من المصادر وبلغت حد التواتر من مختلف مصادر المسلمين، وبالتالي أيها الأحبة لا قيمة لبعض التشكيكات التي قد تكون هنا أو هناك في مثل هذه الرواية أو في غيرها من الروايات الكثيرة المعتبرة التي تتحدث عن فضل أو فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مع مثل هذا التضافر في الرواية والنقل والتواتر
فلا يعبأ بتشكيك هنا أو تشكيك هناك. ولذلك أطلق عليها على هذه الرواية حديث سلسلة الذهب، لأن كل رواتها من الأئمة المعصومين سلام الله عليها إلى رسول الله عن رب العزة والجلالة. وقفة مع الحديث، هذه الرواية أحاول أن أقف معها وقفة قصيرة لنقرأ الرواية ولنقرأ الحدث. القراءة الأولى لهذه الرواية، القراءة الأولى اللي لما نشوف هذه الرواية، كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمين من عذابي. هذه الرواية تشير وتتحدث حول جانب التوحيد، والحديث عن البعد العقائدي الذي يمثل أساس بناء الإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن. هنا لفتات خفيفة، هل أن المقصود كلمة لا إله إلا الله حصني، المقصود بالكلمة اللفظ، يعني هذه الألفاظ هي تمثل الحصن، هل المقصود هو اللفظ أو أن المقصود هو الحقيقة؟ من المؤكد أنه ليس الحديث يتحدث عن ألفاظ، عن كلمات، والكلمة المقصود بها هنا حقيقة التوحيد، حقيقة هذه الكلمة، وليس مجرد الشكل الظاهري المؤلف من كلمات وحروف. فإذا عندما نتحدث عن أن كلمة لا إله إلا الله حصني، فإن المقصود هو حقيقة الارتباط بألوهية الله سبحانه وتعالى في عمق التوحيد بما يمثل حصنا للإنسان. إذن أولا ليس الحديث هنا عن ألفاظ، وإنما الحديث عن حقيقة، هذه الحقيقة تمثل الحصن. حصن عن ماذا؟ حصن في الدنيا وحصن في الآخرة. حصن في الدنيا لأنها تحصن وحصانة للعقل، حصانة للروح، حصانة للواقع. من يرتبط مع توحيد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينحرف فكرا أو ينحرف مشاعرا أو ينحرف سلوكا وواقع. هكذا تكون كلمة التوحيد حص إلى الإنسان وحصن إلى الأمة. كلمة لا إله إلا الله حصني، حصن إلهي، لأنها ارتباط بعمق حقيقة الألوهية المطلقة لله سبحانه وتعالى. وحصن وحصانة في الآخرة لأنها تكون أمانا من العذاب، ومن دخل عصني أمين من عذابي، فهي حصن في الآخرة. ليس بعد التوحيد من شيء إلا السعادة الأبدية الخالدة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. من ارتبط بحقيقة الألوهية لله سبحانه وتعالى
لا خوف عليه لا في دنيا ولا في آخرة. من ترسخت حقيقة الألوهية والتوحيد في داخل عقله ووجدانه حين ذاك اتركه ينطلق فلن يغادر طريق الهداية أبدا، ولن يكون له توجه إلا توجه واحد نحو الله سبحانه وتعالى، ومصيره ونتيجته رضوان الله، وجنانه الخالدة دنيا وآخرة. إذن نحن في فهمنا الأول والظاهر لهذا الحديث أمام حقيقة للتوحيد تتجاوز آفاق اللفظ المجرد. لا يجي واحد يقول من قالها يعني تكلم قال لا إله إلا الله، لو قالها ألف مرة ما لم تصل هذه الكلمة إلى عمق واقع الإنسان بحيث يتشكل عقله وتتشكل روحه وجوارحه على أساس التوحيد، لا قيمة للفظ ولتلفظ ولترديد مهما بلغ هذا الترديد. وأن هذه الحقيقة تمثل حصانة للإنسان في الدنيا والآخرة، وهذه الحصانة هل هي حصانة مؤقتة؟ أمن من عذابي من دخل حصني؟ حصن الله ليس حصنا لساعة ولا يوم ولا لشهر ولا لسنة، إذا كنت في حصن الله فهذه حصانة مؤبدة دائمة ما دمت متمسكا بعمق الألوهية والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وأن هذا التعاطي مع التوحيد إذا أردنا أن يحقق نتيجته المطلوبة الحصانة في الدنيا والأمان يوم القيامة، لا بد أن يكون هناك انسجام تام بين الإنسان وهذه الحقيقة من خلال وعيها وإدراكها وفهمها وتقبلها والارتباط بها وجعلها أساساً ومحوراً لحركة الإنسان في كل حياته. إذن ليست مجرد لقلقة لسان وادعاء ظاهر، بل الارتباط بكلمة التوحيد انتماء واتباع عملي وارتباط لا ينفك. هكذا نفهم الدين، نفهم مبادئ العقيدة وأسس الشريعة. إلى حد الآن أين نحن؟ نحن مع قراءة أولية لهذا الحديث، فلنتحول إلى صفحة أخرى ونقرأ المشهد الذي قيل فيه هذا الحديث، لنفهم بعد ذلك ذلك الذيل، لنفهم بعد ذلك هذا الحديث فهما آخر ينسجم مع ذلك الذيل الذي ورد في هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام بشروطها وأنا من شروطها. ما هو المشهد؟ ما هو المشهد؟ المشهد نيسابور، تلك المدينة الكبيرة تعج في مشهد فريد من نوعه، عشرات الآلاف يقفون مستقبلين للإمام سلام الله عليه، ينتظرون قدومه، يطلبون منه حديثا يكتبونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يتقدمهم العلماء
وطلبة العلم والوجهاء والشخصيات في استقبال الإمام. لا نستبعد أن يكون ذلك بحسن نية، فلا شك أن الأمة وهي تدرك هؤلاء الأنوار، أنوار أهل بيت العصمة والطهارة، إلا ويحن الإنسان إلى أن يتزود منهم ما يستطيع. هكذا هم أئمة أهل البيت، شعاع نور زاخر يفيض ويتفجر على الأمة، فلا يملك الإنسان إلا أن ينشد إلى هذه الأنوار طالبا منها المزيد والمزيد. الأمة هكذا تنشد. الأمة إذا جردناها من عوامل السياسة والمذهبية الضيقة وعوامل المصلحة التي قد تأخذ بالأمة هنا وهناك، فإن الأمة لن تجد غير أهل البيت مرجعا وملاذا. شرقا أو غربا لن تجد معينا صافيا وعلما غير ما هو عندنا أهل البيت. روح شرق، روح غرب، في أين أنت؟ أين ذهبت؟ في الأخير سوف ترجع إلى مدرسة أهل البيت سلام الله. الأمة تتلهف لا شك، وتريد أن تستزيد وتتزود من أهل البيت، وذلك هذه المجاميع تريد أن تكتب حديث عن الإمام الرضا عليه السلام، ولو رواية واحدة من أجل أن تتشرف بأنها سمعت ودونت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنه الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو المشهد. ماذا في خلفية هذا المشهد؟ هذا المشهد ماذا في خلفيته؟ لو أخذنا مشهدا آخر فأنتم سوف تعرفون خلفية المشهد من دون أن أتحدث. المشهد الآخر عندما طلب المأمون من الإمام الرضا أن يخرج لصلاة العيد، هذا مشهد وهذا مشهد. كان يراد وكأنهم أرادوا من خلال هذا الجمع للعلماء وكتاب الحديث أن يقولوا أن المجتمع لا زال في خط العلم والعلماء، وأننا أحرص ما يكون على التعلم والتدوين وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الدولة تجمع عليها مئات من العلماء والدكاترة والمفكرين، وتعقد مؤتمر ويطلق عليه مؤتمر دولي، ليس إلا مجرد واجهة براقة من أجل أن تستر ما عليه واقع الحال. هكذا أرادت السلطة العباسية من خلال حشد هؤلاء العلماء بهذا العدد الضخم. من الذي يتحدث عن دولة ضد الدين وضد العلماء؟ هذه هي الدولة، ترعى العلماء وترعى الدين وتحرك هذه المجاميع في هذه الملتقيات العلمية الكبيرة. يا من تتحدثون عن ظلامة واضطهاد لأتباع مدرسة أهل البيت، ها هو إمامهم علي بن موسى الرضا مجللا مكرما يلتف حوله الآلاف يطلبون منه أن
يتحدث لهم بحديث كي يكتبوه. من الذي ادعى أو الذي يدعي التضييق على حرية الشعائر الدينية والتضييق على الرموز الدينية؟ لا يوجد أي تضييق، إن هي إلا اتهامات وادعاءات تطلق هنا أو هناك. أريد لهذه القضية أن يمثل واجهة للسلطة لتبريق وتلميع صورتها ليس أكثر، وللقول بأن الإمام في حرية غير محاصر، يستطيع أن يتحرك كما يشاء. هذه خلفية المشهد. وهنا أراد الإمام الرضا عليه أفضل السلام أن يوصل رسائل من خلال هذا الحديث. يريد يوصل رسائل. يا من تقرؤون التاريخ، يا من سوف تقرؤون الحديث، هذا الحديث في يوم من الأيام، كنت أريد أن أطرح عليكم رسائل في هذا الحديث، لمن تبصر فيه وتمعن. لا شك أن أساس بناء المجتمع هو المرتكز العقائدي، وهذا معنى ظاهر، ولكن لا قيمة لمعتقد إذا لم يكن له تحقق وتطبق على تطبيق على أرض الواقع. لا يمكن أن نفصل الفكر والمعتقد عن امتداده العملي. إن أي محاولة لفصل هذا المعتقد التوحيد عن امتداده ونموذجه العملي يفقدنا قيمة هذا المعتقد، يبقى مجرد إطار. لا إله إلا الله، الرايات ماذا مكتوب عليها؟ لا إله إلا الله. ولكن تحت هذه الرايات السوداء يذبح أتباع لا إله إلا الله. ما قيمة هذه الكلمة؟ ما قيمة هذا الشعار؟ يصبح مجرد شعار أجوف لا قيمة له إذا لم يكن له تحقق واقعي على أرض الواقع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بالإمامة بشروطها، وأنا من شروطها. لا يمكن فصل التوحيد عن الإمامة، فالتوحيد والإمامة مرتبطان ارتباطا لا يمكن أن يفك بأي حال من الأحوال. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا أبعدنا قضية الإمامة والقيادة المؤمنة المخلصة للمجتمع، لا قيمة لتوحيد وبناء عقائدي. أيها الأحبة، أزمات البشرية تنطلق من أسباب، ولعل رأسها على رأسها انحراف المنهج، غياب الرؤية، وعدم وجود وغياب القيادة الواعية التي تحمل هذا المنهج وتكون الأقدر على تطبيق هذا المنهج وتكون الأقدر على أن تأخذ بيد الأمة في طريق تطبيق هذا المنهج على أرض الواقع. اليوم عندما نحلل الواقع
في كثير من اتجاهاته لا نجد القضية مجردة ألاعيب للسياسة ومصالح استكبارية هنا أو هناك. المشكلة أعمق في داخل الفكر الإسلامي الذي إذا لم يصغ في إطاره السليم المتكامل بحسب الرؤية الإلهية الأصيلة أصبح هذا الفكر بلاءً ولم يصبح فكراً قادراً على أن يقود البشرية. نظرية الإمامة ليست مجرد نظرية سياسية في المنهج الإلهي، بل هي مرتكز فكري وروحي وتشريعي وعملي وقيادي لتحصين الأمة من مثل هذه المطبات التي اليوم تعاني منها الأمة. وأنا من شروطها. الرؤية قد تغيب، قد تعلوها ضبابية. الإمام الرضا عليه السلام كان يستشعر الخطر. عشرات الآلاف من العلماء وكتاب الحديث الذين يتلهفون لكتابة حديث واحد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم في نفس الوقت من يبصمون بالعشرة على سياسات الحكم الظالم الجائر، وهم الذين يشرعنون له هذه السلطة وهذا الظلم للناس. أراد الإمام أن يقول لهم هذه الرسالة لا قيمة لهذه الجموع، لا قيمة لتوحيد إذا كان هذا التوحيد مجرد إطار وفي جانبه هناك الأمة تظلم والأمة تسحق والأمة تغتصب حقوقها، وعلماء الدين في ركاب السلطة وفي ركاب الحاكم الظالم. هكذا استشعر ويستشعر الإمام الرضا عليه السلام الخطر الذي يهدد الأمة في عمق وجودها. صحيح أنها جموع كبيرة من العلماء، ولكن أراد الإمام الرضا أن يقول ليس هو هذا التوحيد الذي يجعل الدين أسير السياسة بشروطها. وأنا من شروطها. الدين الصافي لا يمكن، والخالص لله والتوحيد الخالص لله لا يمكن أن يجعل الدين أسيرا للسياسة. التوحيد الخالص لا يمكن أبدا أن يجعل الدين في مهب التلاعب من قبل أن تتلاعب به أهواء السياسة. إنه ليس الدين الذي يطوع علماؤه ونخبه والمواقع المتقدمة فيه لتكون خدماً للسلطة السياسية. إنه ليس الدين الذي يدور علماؤه في فلك السياسة. إذا أردتم توحيداً خالصاً لله سبحانه وتعالى فعليكم أن ترفضوا الظلم، أن لا تقبلوا بأن يكون هناك إنسان على وجه الأرض مظلوم في إطار هذه السياسة وهذه السلطة الحاكمة. ليس دينا وليس عقيدة وليس توحيدا يقبل أن تنتهك الحرمات، أن تنتهك الأعراض، أن يظلم الناس، أن ينتشر الظلم والجور باسم الدين وباسم علماء الدين وباسم المواقع المتقدمة في الأمة. هذا ليس توحيدا. إنه ليس التوحيد الذي يجعل الدين أفيونا مخدرا للشعوب مستعدون أن تقفوا ساعات طوال
تحت لهيب هذه الشمس الحارقة من أجل أن تدونوا كلمة وحديثا عن رسول الله، ولكنكم لستم مستعدين أن تقولوا كلمة حق في وجه سلطان جائر. ما قيمة هذا التوحيد؟ ما قيمة هذا العلم؟ أين هم علماء الأمة وموضع علماء الأمة حينما يسكت عن هذه المآسي التي تحيق بواقع الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ الدين التوحيد الخالص لا يمكن أن يسمح بالسكوت عن انتهاك الحرمات. انتهى الوقت، اسمحوا لي بهاتين الكلمتين. أراد عليه السلام أن يلفت أنظار هذه الأمة. الدين ليس العقيدة وليس الدين الذي يرضى بأن يكرم الظالمون والمجرمون ويطارد الصالحون ويسجن المؤمنون ويحارب العلماء. الدين ليس دينا وليس توحيدا الذي تشترى فيه ضمائر الأمة لتكون الأمة الخانعة، الأمة المستسلمة، الأمة الراكعة الذليلة. هذه رسائل من هذه الكلمة أيها الأحبة. هكذا نفهم عندما نتحدث عن التوحيد ولا إله إلا الله، هكذا نفهمها في عمق تلك الرؤية التي أرادتها مدرسة أهل البيت، رؤية خالصة نقية. وأنا من شروطها خط الإمامة وخط مدرسة أهل البيت، خط القرآن الأصيل الأقدر على تقديم النموذج الهادي للأمة. بذلك لا يكون التوحيد مجرد إطار نظري، ولا يكون التوحيد مجرد معتقد ولقلقة لسان، بل يكون مكونا أصيلا بشروطه، والإمامة من شروطه. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو الحصان، من قالها بشروطها دخل حصني وفي حصن الله، فلا يمكن أن يضل أبدا. ومفهوم الشرط أنه إذا انفصل الكتاب والتوحيد عن الإمامة وعن القيادة فلا تأمن الأمة من الوقوع في الضلال. أيها الأحبة، هذا مشهد، هذه واقعة قد يقرأها شخص بطريقة وقد يقرأها آخر بطريقة أخرى، ولكن حتما وجزما لا يمكن أن نتصور أن الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يطرح للأمة مجرد كلمة حول لا إله إلا الله هكذا أمام هذه الجموع. أراد أن يقول لهم هذه الرسالة: اعرفوا أين يكون البلاء في داخل الأمة، وأين هو موقعكم، وأين ينبغي أن تكونوا أيها المواقع المتقدمة في داخل الأمة، أيها الجموع الكبيرة التي تحمل هذا الفكر وتحمل هذا المنهج وتتلهف لتسمع حديثاً
عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كنتم حقا تحملون هذا المنهج فقفوا مع الحق، ارفضوا الظلم، ارفضوا كل انحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى. لا تقبلوا بأن تكونوا مطية ظالم، لا تقبلوا بأن تكونوا شواهد زور على ما يقع في الأمة من سلب لحقوقها. هنا يتجلى الإيمان الحقيقي، وهنا يتجلى التوحيد الحقيقي، وهنا الأمة يمكن أن تنهض، وهنا الأمة يمكن أن تزل وتسقط. ولذلك اليوم ليس عجيبا أبدا أن يكون العداء والحرب للعلم والعلماء المخلصين وللمواقع العلمية، لأنها هي التي تمثل تلك الحالة التي تعيش مع الأمة في مواقعها الصادقة وفي منهجها الأصيل. فلا تجد الأمة أمانا إلا معها، فكان لابد أن تضرب كما فعلت السلطة مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حينما خافت هذا الوهج. وهذه الرسالة التي وصلت إلى العلماء ووصلت إلى الأمة أنها هنا إماما، وأنها هنا قيادة شرعية، وإنكم إذا أردتم الخلاص فليس إلا النجاة من هذا الطريق، فكان لابد من إخماد هذا الصوت، وكانت الشهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد هذه الحادثة، بعد هذا الموقف، وعندما وصل بعدها رزق الشهادة سلام الله عليه. لنفهم الارتباط بين الرسائل وحركة الوعي داخل الأمة وممارسات الأنظمة والسلطات الحاكمة في من أجل إخماد هذه الأصوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لمنهجه، ارتباطا حقيقيا بعقيدته، أن نحمل التوحيد عمقا، فكرا، منهجا، نسير في خط الإمامة وخط القيادة الإلهية المخلصة، فبذلك النجاة ولا سواه نجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين، اللهم شافي مرضانا، اللهم فرج فرجا عاجلا عن أسرانا معتقلينا، اللهم رد غربائنا، اللهم فرج عن جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشكر سماحة السيد محسن الغريفي على هذه الكلمة الغراء القيمة، راجين من المولى العزيز أن يطيل عمره لهذه المواقف الكريمة. رحب الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لوالدي مجيد سيف. الآن الأخوة الكرام سيقوموا لجمع لمريض، جمع لمريض الآن سيتم، فأعان الله من أعان هذا المريض. نقرأ سورة الفاتحة لوالدي مجيد سيف. الفاتحة.
نحن في أشد الحاجة إلى تحليل مثل هذه الروايات التي ترد علينا وهي من النبع الصافي من أهل بيت النبوة، سلسلة الذهب، رواية نسمعها في مناسبات مولد الإمام الرضا وكذلك وفاة الإمام الرضا. هذه السلسلة تم التطرق لها بالتحليل الدقيق الفاحص، نحتاج لمثل هذا التحليل في مثل هذه الروايات. يهدى ثواب هذا المجلس إلى والد ووالدة الحاج مجيد سيف وأم حسن مهدي خلف. أما الآن مع جلوات للرادود عبد الأمير الستراوي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، متباركين إن شاء الله، والله يعودنا وعودكم بحال أحسن من هاي الحال إن شاء الله. أديم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. حب الرضا جمعنا ولمنا، حب الرضا جمعنا ولمنا ونسانا مصايبنا وألمنا، حب الرضا جمعنا ولمنا ونسانا مصايبنا وألمنا، يبا وباركنا إلى أبونا وباركنا إلى أبونا ولمنا بلاد الطهر شبلي الزكية. بولاك يا علي هالقلب يا من، بولاك يا علي هالقلب يا من يأمين، يا ذر يا ذهب يا قوت يا من، يا ذر يا ذهب يا قوت يا من، يبا كل من يحتمي بحماك يا من، كل من يحتمي بحماك يا من، سفينة نوح يا حميل حمية.
علي لولاه ما داير فلكها علي لولاه ما داير فلكها واية نوح ما تمشي فلكها وبن ود وبن ودها متى منه وبن ودها متى منه فلكها غير المرتضى حمي الحمية نورك يا علي من يشع وامضى أشد من حدة البتار وامضى نورك يا علي يا علي من يشيع وامضى أشد من حدة البتار وامضى على اعتابك على اعتابك نثرت القلب وامضى سكوا لايتك عهدين علي علي هجرك يا حامل جاردنا علي هجرك يا حامل جار ردنا يا دقوم لشيعتك للنجف ردنا علي هجرك يا حامل جار ردنا يا تقوم لشيعتك للنجا ردنا يا لا مال وبنين وذهب لا مال وبنين وذهب ردنا يا ردنا زيارتك قبل المنية مولاي مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي هالنور شع منه ضامن إلك جنة هالنور شع منه ضامن إلك جنة الكل شارك إن شاء الله الله يعودنا وعودكم إن شاء الله مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي هالنور شع منه ضامن إلك جنة هالنور شع ضامن إلك جنة مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي مولاي همنا من اسمه ينجلي هالنور شع منه ضامن إلك جنة هالنور ضامن إلك طبعا الجواب مو مقبول مو حافظ أعيده وركز وياي
مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي مولاي مولاي بن موسى علي همنا من اسمه ينجلي هالنور شع منه ضامن إلك هالنور هالنور شع منه ضامن سمعني مولاي مولاي بن موسى علي همنا من ما اسمع مولاي همنا من هالنور شع منه ضامن لك صوتك يا سيد هالنور شع ضامن لك افرح يا شيعي واحتفل هاليوم مثل العيد انوار من طيبته البايع ومد الايد بايع ومد النور للشيعة اصل ليكون على تحيد هالنور للشيعة أصل ليكون على تحيد ليكون عن مولاي بن موسى علي ملزوم ذكرى يعتلي مولاي بن موسى علي ملزوم ذكرى يعتلي ثابت بسنة هالنور شع منا مولاي بن موسى همنا همنا من همنا من هالنور شع منا ضامن إلك هالنور شع صوتك صوتك اشكر الى الله نعمته هديك للعترة شارك الكاظم فرحته هالنمه الزهرة هالنمه اشكر الى الله نعمته هديك للعترة شارك الكاظم فرحته هالنمه الزهرة هالنمه انتظر زاهي طلعته وتشرف بنظره انتظر زاهي طلعته وتشرف بنظره وتشرف مولاي بن موسى علي منصوص للأمة ولي مولاي بن موسى علي منصوص للأمة ولي هذي أجل منها النور شع من مولاي مولاي بن همنا من اسمه ينجلي مولاي هالنور شع منه ضامن إلك أعلى هالنور شع الكون من أرض وسماء مزدانة بنوارة والشيعة لجنة باسمة بشرها ببشارة بشرها ب الكون من أرض وسماء مزدانة بنوارة
والشيعة لجنة باسمة بشرها ببشارة بشرها آه فرقتنا بكرة غانمة ونكون بجوارة فرقتنا بكرة غانمة ونكون بجوارة ونكون آه مولاي بن موسى علي جلب مقامه محفلي مولاي بن موسى علي جلب مقامه محفلي حامي من الفتنة هالنرشع مولاي مولاي بن موسى علي همنا من اسمي مولاي مولاي ارفع ارفع همنا من هالنرشع منه ضامن ايه هالنور اه اعقد النية وبعزم في مشهد تزوره تتحقق الغاية حتم ويغمرك نوره ويغمرك وين صوتك وين صوتكم شباب اعقد النية وبعزم في مشهد تزوره تتحقق الغاية حتم ويغمرك نوره ويغمرك آه والفرحة في الوحشة تتم يا الله يا الله والفرحة في الوحشة تتم في نعمة حضوره والفرحة في الوحشة تتم في نعمة حضوره في نعمة آه مولاي بن موسى علي بالشان من رب علي مولاي بن موسى علي بالشان من رب علي آية وجل حسنه النور شع من مولاي مولاي بن موسى علي همنا من اسمي صوتك صوتك ايه همنا من اسمي انجلي هالنور شع اعظم الك هالنور بجناح روحي طرت ويا النسر في الفضاء بجناح روحي طرت ويا النسر في الفضاء واعلم بروحك مثل روحي عشق ناهضة تجذبنا انوار اعلى من شمس والمضايا هاليوم هاليوم زاه الافق بنوار وجه الرضا بنوار تزهر دنيانا بنوار تزهر بنوار تزهر دنيانا وبنوار تزهر دنيانا هلا هلا آه ضامن الجنة الرضا هل يا لميلاد ضامن الجنة الرضا هل يا ميلاد جبريل عنده أمر باسمه نزل نادى والطير اسم الرضا ردد ابن شادة إلا المخالف أصام ما يسمع
إلا المخالف أصم ما سمع بعنادة والشيعة الهجي الضامن والشيعة الهجي الضامن أعلى 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 والشيعة الهجي الضامن. إذا شفنا الرد ضعيف ما نكمل القصيدة طبعا، إذا قوي مشجع. يبا خدمة العترة شرف يا صاح للشيعة، خدمة العترة يا شرف يا صاح للشيعة، كل عمل في نجتهد تأكيد للبيعة، نور الولاية فخر برواحنا انطيعه، مهما يكون الثمن يبا مهما يكون الثمن ما يمكن نبيعه، الجنة بيهم مثوانا والجنة بيهم مثوانا. صوتك صوتك شقلت والجنة بيهم مثوانا. آه أخوتها وها أخوتها أعليها أخوتها، كل التهاني نزفها الرضا للنبي، كل التهاني نزفها يا الرضا للنبي، نتهادها اليوم وياكم عطر يثربي، ندري يموت بقهر اي والله، ندري يموت بقهر من يسمع الناس بي، ندري يموت بقهر من يسمع الناس بي، تطلب طلب شيعتك كلها مثل مثل مطلبي، الجنة ما غير الجنة اللي ما يبقى الجنة لا جاوب، الجنة ما غير الجنة ها، الجنة ما غير الجنة او الجنة ما غير الجنة. وها ها ها اخوتها وها اخوتها وباردين ها اخوتها، يا شيعة هذا ما توفي الدين من تحتفل بالساعة، ما توفي الدين من تحتفل بالساعة، هذا الإمام الرضا فاتح لك دراعه، يبعل التهاليل للمختار واتباع عليكم عدو من حقد تزعج السماعة، ما توفي الدين من تحتفل بالساعة، هذا الإمام الرضا فاتح لك دراعه، علوا التهاليل للمختار واتباع عليكم عدو من حقيد تزعجه السماعة. سمعني صوتك سمعني سمعني صوتك سمعني سمعني صوتك سمعني. آه مولاي مولاي مولاي، لك كل سنة هالحفل يتجدد، ندري النواصب علينا حقد تتشدد، لو هددونا بقتل لا 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 تظن تردد، مولاي مولاي مولاي، لك كل سنة هالحفل يتجدد، ندري
النواصب علينا حقد تتشدد لو هددونا بقتل لا 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 تظن تردد تابع ولاية علي تابع ولاية علي بالمصحف مسدد طينتنا ليكم تاخذنا طينتنا ليكم تاخذنا طينتنا ليكم تاخذنا وين صوت يا خادم الآل اسمع 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 هاي البيت يا خادم الآل اضمن حسن هالغاية يبا ماجور كل من خدم له بس رفع راية حتى اللي يشارك بالجواب بعد طبعا يا خادم الآل اضمن حسن هالغاية مأجور كل من خدم لو بس رفع راية يوم الحشر خدمتك للذنب محاية في عين في عين في عين كل عصبي ما تمك سلاية يوم الحشر خدمتك للذنب محاية في عين كنا صبي ما تمك سلاية من بارنا في العالم آية من بارنا في العالم آية من بارنا في العالم آية مولاي 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 اسمك مع روحي وفوق الشفاء آخر بيت الله يعود وعودكم إن شاء الله مولاي اسمك مع روحي وفوق الشفاء شيعتك يا سيدي باسمك تلاقي شفاء بس المخالف جهل هذا وما يعرفه نور البصيرة من عيونه وقلبه انطفى مولانا نورك يهدينا مولاي نورك يهدينا مولانا نورك يهدينا الشيع بعالم التكوين مهدي الشيع بعالم التكوين مهدي وانا خادم الآل البيت مهدي تلول امي علي تلول امي علي من تهيز مهدي لجل هذا علي صار الهوية شيع احمد علي ما حد ذوانه شيع احمد علي ما حد لوانه يا 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 يرفق النجم علي لوانه قسم قسم باللي بعث طه لوانه قسم باللي بعث طه لواني وحيد وقف بوجهي الناصبية
على هام الشمس شيعة علينا على هام الشمس شيعة علينا علي عالي علي عالي وعلينا من علينا نواصب هالزمان شلهم علينا يبا نواصب هالزمان شلهم علينا شيع احنا نعيم حتى المنية ولايتي لأمير النحل تكفيني ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني أبا حسن أبا حسن لو كان حبك مدخلي أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها وكيف يخاف النار وكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها آخر بيت نسألكم دعاء جمر بعدك يا مهدي الأمة شبنا جمر بعدك يا مهدي الأمة يا 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 شبنا ومن كثر القهر والظلم شبنا يا 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 تعالوا عين بعينك تعالوا عين بعينك شبنا لجل تلف بعجل للجعفرية اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بحق صاحب هذه الليلة الإمام الرضا عليه السلام، شافي وعافي مرضانا يا الله، اقضي حوائجنا، فرج عن إخواننا المعتقلين يا الله، انتقم لنا ممن ظلمنا يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.